السلام عليكم. إيران تطل من جديد من خلال تصريحات خطيرة، هذه المرة على لسان علي أكبر ولاية مستشار خامنئي. فما دلالة هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديداً الذي أكد فيها أن التعاون مع روسيا في الوطن العربي سيمتد إلى اليمن، فيما وصفه هو بالتنسيق غير المسبوق مع روسيا بخصوص المنطقة العربية؟ وكما يقول متابعون أن إيران تستخدم أذرعها الميليشاوية الخاصة في المنطقة العربية نيابة عنها، لكنها تظهر بين لحظة وأخرى بتصريحات إعلامية تفضح وقوفها الكامل خلف تلك الفوضى والصراعات والانقلاب الذي شهدته بلادنا. فهل تأتي التصريحات المتعاقبة من قبل مسؤولين إيرانيين لتأكيد وقوف إيران خلف مشاريع الفوضى والانقلاب في المنطقة العربية؟ هل تكشف الوجه الحقيقي للخطر الذي يهدد الأمن القومي العربي بأقنعة عديدة من بينها الميليشيا الانقلابية المتحالفة مع المخلوع، وهي تشكل تلك التصريحات الإعلامية وهل تشكل تلك التصريحات الإعلامية بعدا جديدا في المشهد اليمني، أم أنها لا تتعدى عن كونها ذر الرماد الإعلامي في عيون الانقلابيين الذين أصبحوا في ورطة لا يمكنهم التخلص منها من خلال التصريحات الإعلامية؟ هذه التساؤلات ستكون محور نقاشنا في حلقة المساء اليمني. دعونا بداية نتابع هذا التقرير. إيران تعود من جديد لتؤكد موقفها الداعم لميليشيا الحوثي وصالح، وعبر أدوات العنف ذاتها التي أصبحت سمة واضحة في أسلوبها المعروف لزعزعة أمن اليمن والمنطقة. فعلى لسان مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي، الذي صرح هذه المرة بدون مواربة أن إيران ستتدخل في اليمن بدعم روسي كما حدث في العراق وسوريا، يؤكد ولايتي أن هناك تحولا غير مسبوق في التنسيق بين إيران وروسيا ولن يقتصر على سوريا، وأن رقعة هذا التعاون ستمتد إلى اليمن. إصرار إيراني واضح على التمدد في المنطقة العربية عبر افتعال المزيد من الأزمات لإثبات حضورها في المشهد ولو بأسوأ صورة ممكنة. إلا أن المختلف هذه المرة هو التصريح بالتدخل المباشر، ولا يمكن وصف هذا التدخل إلا عسكريا. سجل إيران في المنطقة الحافلة بالصراعات والنزاعات يقول ويؤكده متابعون إن إيران لا تستطيع خوض حرب عسكرية مباشرة في اليمن، ولن تتجاوز فعلها استخدام أدواتها في المنطقة التي تحارب بالنيابة عنها حتى لا تقع في مصيدة الحرب وكلفتها الباهظة. فما تشهده اليمن من حرب أهلية دمرت المدن وقتلت الآلاف وشردت أكثر من مليوني يمني، ناهيك عن خطر مجاعة تحدق بالسكان، ولا تزال الحرب تقول هل من مزيد؟ كان السلاح الإيراني والمال والدعم حاضرا في تلك الحرب ومباركا لموجة العنف التي تدخلت في لحظة مصيرية من تاريخ اليمنيين وانقضت على ثورتهم. الرئيس هادي أعاد مجددا تأكيده على الخطر الإيراني في اليمن، وهو يسجل شهادته أمام المجتمع الدولي عن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي. طرحت هذا الكلام في الأمم المتحدة في 2012 عندما زغرنا سفن محملة بالسلاح إلى الحوثيين، وهو قول تعززه وثائق وشهادات عدة، أبرزها ما كشفت عنه هيئة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق أن إيران ترسل السلاح للحوثيين على الأقل منذ العام 2009، وأنه تم رصد إرسال طهران لست سفن شحن محملة بالأسلحة إلى اليمن. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نبيل البوكيري. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ نبيل، نبدأ من التصريحات التي تحدث عنها التقرير الذي ذكرت اليوم، يعني ما الذي تعني هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديدا؟ هذه للأسف ليست التصريحات الأخيرة ولن تكون الأخيرة، يعني لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة. التصريحات الإيرانية أو الدبلوماسية الإيرانية أو على كل المستوى السياسي الإيراني، هناك تصريحات بين فينة وأخرى تظهر لوسائل الإعلام، يتحدثون بكل وضوح وبكل شفافية سياسية، أيضا تخرج حتى عن البروتوكول الدبلوماسي المعتاد في عدم. نعم، يعني هو لم يكن الأول ولكنه ربما الأكثر صراحة بالتدخل العسكري. أنا أعتقد أنه كان الأكثر صراحة هو التصريح الذي صدر عن علي زكاني في عقب تقريبا تاريخ 2
20 سبتمبر 2014، كان تصريحا واضحا أن صنعاء رابع عاصمة عربية تسقط في يد النفوذ والحرس الجمهوري الإيراني. وبالتالي نحن أمام مشهد حي وطري، ولا زال دخان هذا المشهد يتصاعد حتى هذه اللحظة. وبالتالي تصريحات على علي ولايتي الأخيرة مستشار الخامنئي هي تأتي في إطار السياقات اللحظة الراهنة، سياقات الصراع الذي بدأ يتبلور أيضا بتشكل الحلف التركي السعودي ومحاولة اللعب بأكثر من ورقة في وقت واحد من خلال الحديث على أنه إمكانية أن يمتد التحالف ويمتد التنسيق والتعاون الروسي الإيراني من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن. وبالتالي هذا الجديد أنه يعني إيهام المشاهد العربي وإيهام الباحث العربي والنخبة العربية أنه لا زال الملف اليمني غير خارج إطار الأجندة الإيرانية. هذا نوع من در الرماد في العيون. إيران حاضرة في المشهد اليمني، حضور إيران في المشهد اليمني ليس وليد اللحظة، حضور إيران إيران الخمينية منذ 87 وهي لها موطئ قدم في اليمن من خلال دبلوماسيات الأوراق الطائفية التي استخدمتها في استقطاب عدد من نخب الشيعة الزيدية وذهب بهم إلى إيران والحديث حول إمكانية يعني نقل التجربة الإيرانية فيما يتعلق بخبرات الثورة الإسلامية الإيرانية إلى اليمن. من نتائج هذه تلك الزيارة في 88 كان هذا الوضع الذي وصلنا إليه اليوم، إيران جزء من. ولكن أستاذ نبيل، يعني كثيرا ما تتسم هذه العلاقة، كانت يعني ربما بالتقية إن صح لي القول، لم يكن هناك تصريح بهذه العلاقة، وخاصة أن الحوثيين إلى الآن يرفضون الاعتراف بمثل هذه العلاقة. هل نعتبر يعني بتصريح اليوم بأن التدخل العسكري سيكون هذه المرة في اليمن كما حدث في روسيا، هل يعني نقول أن إيران خرجت من إطار التقية إلى الإعلان بهذا الشيء بهذه العلاقة؟ هذه النقطة مهمة فيما يتعلق بمسألة هل إيران تمتلك القدرة على المواجهة على الأراضي اليمنية. إيران بطبيعة الحال استراتيجية الإيرانية بشكل عام لا تحبذ أن تكون طرفاً مواجهاً على أرض الواقع أو على أرض المعركة في أي من تلك الجبهات التي تحدثنا عنها. إيران تحارب في إطار الجغرافيا العربية بثنائية أو باستراتيجية ما يسموها بالجماعات الشيعية أو الأوراق الطائفية التي اشتغلت عليها على امتداد 30 سنة. وبالتالي في الحالة الإيرانية أو في الحالة اليمنية هم لا يستطيعون أن يكونوا طرفاً في مواجهة التحالف العربي. هم سيحاولون وكما كان طبيعة يعني كما كشف عن ذلك تصريح علي أكبر ولايتي حينما قال إيران وروسيا. فمهمة ربط إيران بروسيا هو أنه لا يمكن إيران أن تواجه بدون وجود مظلة وغطاء قوي لها كما هو الحال في سوريا. في سوريا إيران متورطة إلى رأسها، لكن حتى هذه اللحظة لم تعلن أنها موجودة كطرف رئيسي يقاتل يعني بجانب قوات الأسد، ولكن دفعت في المشهد دفعت الحالة السورية بالنفوذ أو بالوجود الروسي في سوريا لتكون هي دائما. إيران تفضل أن تكون تلعب من خلف الطاولة أو من تحت الطاولة كما يقال، لا تستطيع إيران أن تواجه مباشرة. هي اشتغالها أو استراتيجية الإيرانية هي أن تقاتل بغير الإيرانيين من شيعة الشيعة العرب وبأذرعها الطائفية والمذهبية. هذه الاستراتيجية الإيرانية قائمة بهذا الاتجاه. لكن أيضا هذا التصريح يعني نعم على ماذا يدل؟ يعني إذا كان هذه هي سياسة إيران المتتبعة، يعني هو يدل على عمق التنسيق الروسي الإيراني. للأمانة هناك تنسيق قوي اطلع هذا التنسيق بشكل كبير في الحالة السورية، وممكن جدا أن يتكرر في الحالة اليمنية. لكن كإيران أن تدخل كطرف أنا أستبعد أن تكون كطرف موجودة بطائراتها وبارجاتها. هي ستوجد من خلال الطائرات الروسية، قد تدخل من خلال التواجد الروسي، لكن أن تدخل هي مباشرة في الخط أنا باعتقادي هي هناك في الداخل ما يكفيها مؤونة التدخل. الحوثيون وعلي عبد الله صالح هذه القوة كلها التي استطاعت إيران في لحظة ما أن تحولها وتسخرها في باتجاه المشروع الإيراني. طيب هناك من يرى أستاذ نبيل أن المصير العربي ربما أمام لحظة فارقة تحتاج إلى يقظة أكثر مما هي محاولة انفعال عواطف أو انفعال لحظي إن صح لي القول لمواجهة هذا الخطر المهدد للمصير، ما رأيك؟ لا شك أنه نحن الآن يعني الصراع العربي الإيراني هو ليس صراع حدود،
الآن يعني قد يعترض البعض، قد هناك تباين في المشهد العربي في توصيف من هو العدو الاستراتيجي للمنطقة العربية الآن. هل هي إيران أم إسرائيل؟ أنا لفت انتباهي قبل أيام أو لم يكن أسابيع تقرير أو دراسة صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات تقريبا، وهو كان عبارة عن استطلاع رأي في لدى النخبة العربية. من استطلاع الرأي هذا تفاجأت أنه يتحدث عن أنه 33% يقولون أن إيران عدو استراتيجي للوطن العربي، فيما 72% يقولون أن إسرائيل وليست إيران. أنا وقفتك طويلا أمام هذا التصريح وهذا الاستبيان، حينما يتحدث 33 من النخبة العربية أن إيران هي العدو الاستراتيجي وليست إسرائيل، بينما يقف 72 على أنها إسرائيل وليست إيران. أنا باعتقادي أنا أميل، يعني أنا أميل إلى الرأيين، ولكن نسبة الرأيين أنا أميل إلى الرأي الذي يقول أن 33% أو رأي 33% يعتبرون إيران عدو استراتيجي للمنطقة العربية. لماذا؟ هذا سؤال بديهي. نعم، ممكن أن يطلع. أسمع منك إجابة هذه لماذا أستاذ نبيل، ولكن بعد أن ينضم إلينا أيضا العميد سمير الحاج الناطق رسمي باسم القوات المسلحة. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أختي. سيادة العميد، هناك تصريح إعلامي يكشف وقوف إيران عسكريا وسياسيا خلف الانقلاب، يعني ما هو موقفكم كجهة عسكرية أمام هذا التصريح الذي يقول بأنه سيتم التدخل في اليمن كما حدث في روسيا؟ على أي حال دعينا نتذكر في البداية قول الشاق وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. مسألة ارتباط إيران بالحوثيين بصالح هذه المسألة أصبحت يعني لا تحتاج إلى أدلة، يعني الآن نحن أمام ليس ضخ إعلامي كبير وإنما اعترافات شخصية سواء من يعني علي عبد الله صالح نفسه أو من الحوثيين أو من يعني العلاقات التي أصبحت في التصاريح الواضحة، أحدهم يقول عاصمة عربية رابعة والآخر يقول يعني أننا الآن أصبحنا نمتلك القوة في هذه الدول. المسألة يعني أصبحت واضحة، ونحن عندما دخلنا المعركة ونحن نعرف أن هذا أن هذه الجهة الذي هي إيران هي الداعم الرئيسي لدينا أدلة. نعم، لكن هذه المرة سيادة العميد إن سمحت لي، يعني نعم تلك التصريحات يعني ربما أظهرت مدى العلاقة أو مدى وقوف إيران خلف هذا الانقلاب، ولكن هذه المرة هناك تصريح واضح بالتدخل العسكري بالتعاون مع روسيا، ما هو موقف الجيش الوطني أمام هذا التصريح؟ طيب أنا سأخذ الموضوع من جانبين. نعم. الجانب الأول في اعتقادي أن هذا التصريح هو عبارة عن شحذ للهمم ورفع لمعنويات منهارة بدأت تنتهي، وبدأت حالة الفرار الجماعي من الجبهات، حالة اقتراب الجيش من العاصمة صنعاء، أيضا عدم بدأ الناس مجموع من القبائل تحجم عن إرسال أولادها، في هناك أشياء كثيرة لأنه المعنويات أصبحت شبه منهارة، وهذا كلام أكيد وليس للدعاية الإعلامية. هذا جانب، فيريد أن يرفع هذه الروح المعنوية ويوهمهم بأنه لا تقلقوا استمروا اصمدوا نحن قادمون، هذا جانب. أما الجانب الثاني فنحن كجيش وطني في الحقيقة سواء دخلت إيران دخلت روسيا دخل العالم نحن لدينا قضية في الأخير، نحن نريد أن نعيش بأمن واستقرار وندعم شرعية نحن ارتضيناها كشعب يمني، وايضا نعيد لليمن وجهه الوضاء البناء كبلد ديمقراطي مدني يحكم قانون وانتخابات الى اخر هذه الاشياء، ومن ثم فكونه يصرح او لا يصرح في الاخير نحن امام حاله سنستمر في التصدي لها حتى النهايه. نعم، طيب يعني ما الذي سيشكل مثل هذا التصريح سيادة العميد بالنسبة للانقلابين؟ يعني أنت تحدثت أنه ربما يكون شحذ للهمم، هل سيؤثر على معنوياتهم إلى هذا الحد؟ يعني في الأخير دعيني أقول أنه فعلا هو من ناحية معنوية ربما خاصة إذا كنت تخاطب جموع من الجهلة والمتخلفين ذهنيا، أنا أعتقد أنه سيؤثر بالنسبة لهم إيجابيا، ولعلك ربما تابعتم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وصحبهم و إعلامهم يعني يتغنى بهذا، رغم أن هذا التصريح قد تكرر عدة مرات، لكن كما قلت لك أنا أعتقد اعتقاد جازم بأنه عبارة عن رفع وشحذ للهمم التي يعني بدأت تنهار في كل الجبهات. نعم، طيب يعني بشكل عام سيادة العميد كيف تقرأ هذا الانكشاف الإيراني وانحسار ورقته المسلحة في اليمن؟ هو في الحقيقة هي قضية في الأخير قضية خاسرة، هم يدركون ذلك جيداً.
اليمنيين مهما كان لن أولا لن تنطلي عليهم الحيلة، ثانيا ربما هناك تنبه مبكر لمثل هذا الطرح. في الأخير اليمنيين كلهم عاشوا سواسية، لم نكن نسمع هناك شيعي أو شافعي أو سني أو زيدي، ما كنا نسمع هذا الكلام. وعندما جاءت هذه نقول النتوءات الجديدة التي حاولت أن تبعثها إيران في اليمنيين، ما أعتقد أنها لقت قبول. ولعلكم تابعتم قبل يوم أو يومين عندما قام مجموعة في منطقة دمار التي تعتبر يعني يعتبروها من المناطق الخاصة بهم يعني، وقاموا بطرد الخطيب الذي لا يريدونه ووضع الخطيب الذي يريدونه بغض النظر عن من كان هذا الشخص. وهذا في اعتقادي مؤشر على أنه مهما حاولت إيران الضغط في اليمن لم ينجح هذا المشروع. نعم، إذا شكرا لك سيادة العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ نبيل، كنت قبل هذا الهاتف تتحدث عن لماذا تعد إيران يعني نسبة خطرها الاستراتيجية بالنسبة للوطن العربي توازي 33% من خلال النسب التي ذكرتها. الصراع العربي الإسرائيلي صراع واضح وممتد وأطرافه واضحة وباينة يعني في الاتجاهين، صراع ممتد لعقود من الزمن ولا زال قائما حتى اللحظة، وإن كان اليوم يقف وحدهم الفلسطينيون في مواجهة هذا الخطر، لكن معالمه واضحة، أجندات العدو واضحة، لم يعد هناك شك في مسألة هل هو عدو أو لا عدو. يعني أصبح في اللاوعي وفي لا شعور الجمع العربي أنه إسرائيل عدو وانتهينا منها يعني، وستظل عدو. تحولت الأنظمة السياسية أو بقت هذه الأنظمة السياسية التي استطاعت أن تطبع مع أو تتكيف مع وجود خطية إسرائيل على الجغرافيا العربية، على العكس من الحالة الإيرانية. الحالة الإيرانية هناك نوع من الاشتغال والارتباك في مسألة رسم معالم واضحة وخريطة واضحة لحقيقة هذا العدو، الذي مع أنه يعني مسألة العداء العربي الإيرانية أقدم بكثير من عداء العرب لإسرائيل. إسرائيل بمعناها السياسي وليس بمعناها الإثني والديني. إسرائيل بمعناها السياسي عمرها لا يتجاوز 70 عام، بينما إيران بمعناها الجيوسياسي والجغرافي والتاريخي تمتد إلى قرون من الزمن. وصراعنا أو صراع العرب، الصراع القومي الفارسي، الصراع القومي الفارسي هو أعمق من الصراع العربي الإسرائيلي. الصراع العربي مستحدث العربي الإسرائيلي، بينما الصراع الإيراني هو صراع وجود حضاري وثقافي وفكري على امتداد أكثر من 1400 سنة. وبالتالي حينما نقيس هذا الصراع الذي بين اليهود وجغرافية إسرائيل المصطنعة، هو صراع لا يمتد إلى 70 سنة أو 60 سنة في حدود أقصى، بينما صراعنا مع إيران يمتد إلى أكثر من 1400 سنة. وبالتالي هذا التوازي أو هذا طول أمد هذه المواجهة التاريخية، بغض النظر عن من سيأتي ويقول إيران دولة إسلامية، طيب دولة إسلامية نعم، وهم يشغلون هذه النقطة السنبيل يعني في كثير من الأحاديث، يعني انظروا إلى المحللين، انظروا إليهم وهم يحجمون من خطر إسرائيل هذا العدو الأول، ويشتغلون على هذه المفردة، على يعني مشاعر الناس الذين يعني ربما حقدوا على إسرائيل خلال هذه هذه إيران الإسلامية التي نتحدث عنها ويتحدث عنها البعض. دعنا نقف بس عند مسألتين مهمتين في مسألة تخليق صراع العداء بين أو اتخاذ الشخصية العربية منبر للعداء والكراهية الإيرانية. مثلا على سبيل المثال عندما يعود الباحث إلى مثلا إلى أو القارئ العربي إلى الملحمة التاريخية شاهنامة الفارسية، شاهنامة هذه تعتبر بمثابة الإلياذة لدى الرومان، وهذه الملحمة الإيرانية التي يسموها ملحمة التي أبدعها الفارس الشاعر الإيراني الشهير الفردوسي، حينما تتوغل في تفاصيل هذه المقطوعة الأدبية أو الخالدة لدى في الأدب الفارسي، أنت تندهل وتنصدم بحجم اتخاذها للشخصية العربية كعدو وجودي وعدو تاريخي وثقافي وحضاري، وتحاول توصيف الحالة أو الشخصية العربية بأنها تلك الشخصية المتخلفة المتغطرسة البدوية القروية الهمجية الوحشية. يعني إذا كانت صلب ومقدمة الثقافة الفارسية ممثلة بشاهنامة تتخذ من الشخصية العربية كل هذه الصورة من العداء والكراهية، فماذا تتوقع أنت أمام مثل هذا الصراع؟ أيضا حينما نأتي مثلا إلى عهد الشاه، عهد الشاه تعرفين أنه اللغة الفارسية تكتب بالحرف العربي، تكتب بالحرف العربي منذ الفتوحات الإسلامية، وهي لا زالت بالحرف العربي. قام مجمع اللغة الفارسية في طهران بإيجاد لجنة، صياغة لجنة تنقية كل كلمة عربية
مع أنه يعني بعض المجامع اللغوية أو بعض الباحثين اللغويين تحدثون على أنه أكثر من 40 إلى 50% من مفردات الفارسية مفردات عربية. قام هذه اللجنة اللغوية بتصفية وتنقية كل مفردات اللغة العربية من اللغة الفارسية، باعتبار أنه العرب عبارة عن عدو تاريخي ووجودي للحالة الإيرانية. كيف انعكس هذا العدو التاريخي اليوم؟ نعم. الانعكاس اليوم نحن ماذا نشاهد في المشهد أمامنا؟ نشاهد أمة عظيمة ودولة حضارية عمقها الكبير يعني كالعراق التي كانت تمثل بوابة للعالم العربي أصبحت عبارة عن محافظة إيرانية اليوم. من يحكم بغداد اليوم؟ بغداد التي يتحدث عنها المستشار الثقافي لروحاني أنها عاصمة الخلافة، عاصمة الإمبراطورية الفارسية قبل أشهر، وصرح بهذا التصريح. اليوم نحن أمام هذا الخطر، انتقل من الحالة العراقية، هضم الحالة السورية. لبنان مسيطر عليها منذ الثمانينات وأصبحت ولاية إيرانية وانتهى. صنعاء هل ستنجح في صنعاء؟ هنا السؤال، هذا يعني مدى نجاحها في أن يعني تتخطى صراع 1400 عام وتحول العرب إلى مجرد دمى في يدها، هذا إشكالية أخرى. لكن يعني هناك نماذج ثلاث مدن عربية حتى الآن، يعني لبنان كما تقول منذ الثمانينات، العراق الآن لا منجد لها، سوريا ما زالت الأمور. الإشكالية وين تكمن الآن؟ تكمن الإشكالية إنه نحن أمام عدو، لا أغالطكم القول إنه من أخطر من يعرف نفسية الحالة العربية ونفسية الشخصية العربية. الإيرانيون أذكياء سياسيا، نحن لا يمكن أن ننكر مثل هذه الحقيقة. الإيرانيون ليسوا أقوياء لكنهم أذكياء، والعرب ليسوا ضعفاء ولكنهم مشتتون وفرقوا، وبدون مشروع عربي حقيقي، مشروع قومي ينتشلهم من هذه الحالة، من هذا التضعضع الذي حصل. ما الذي حصل بالضبط؟ الذي حصل إنه يعني القومية العربية وقفت حاجز صد، القومية العربية بعنوانها الذي كان يرفعه صدام حسين في خلال فترة الثمان أو الحرب الثمان سنوات الثمان في ثمانينات، انتصر صدام حسين تحت شعار ورافعة القومية العربية في مواجهة القومية الفارسية. الفرس من هذه النقطة وجدوا أنه أي صراع مع العرب أو أي دخول في صراع مع العرب تحت لافتات قومية، لا شك أن إيران هي الخاسرة ولا شك أن القومية الفارسية هي الخاسرة. لكن ما الذي عملوا؟ اشتغلوا على فكرة تصدير الثورة الإيرانية، بمعنى وهو سحب بساط القومية العربية بالنظر إلى أو بالدخول من خلال تقسيم الحالة العربية بين ثنائية السنة والشيعة، واختطاف الحالة الشيعية العربية، اختطاف مدرسة التشيع العربي، مدرسة عظيمة من 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 في الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي بشكل عام، مدرسة التشيع، اخطفوها وحولوها إلى ورقة من أوراق الولي الفقيه. هذه من أكبر الأخطار الاستراتيجية التي لم ينتبه لها أحد في الحالة العربية حينما يتعاملون مع أن الصراع القائم هو صراع مذهبي. صراعنا مع إيران ليس صراعا مذهبيا، إيران دولة فارسية ولها طموحات فارسية تاريخية وقومية ضاربة في التاريخ، وبالتالي هي تتعامل مع وتتعاطى مع الحالة العربية على أن العرب تهديد وجودي لها، مثلما نحن نتعامل. ولكن يعني استفزاز مشاعر الناس يأتي، أو يعني إرادة توضيح مدى هذا الخطر يأتي من أنه صراع مذهبي، الشيعة سيقومون بعمل كذا، الشيعة سيأتون لينهوا السنة بهذا الشكل. هذا التوصيف ما الذي نجحوا فيه؟ نجحوا فيه من خلال أنه توصيف وتمزيق الحالة النسيج الاجتماع العربي بين ثنائية السنة والشيعة، هو ليس بس فقط اشتغال فارسي أيضا، هو اشتغال غربي بالأساس. برنارد لويس صاحب نظرية الصراع العربي أو صراع الثنائية العربية سنة وشيعة، هو أول واضع لهذه الفكرة، وهي الفكرة التي التقطها الإيرانيون والتقطها مرشد الثورة الإيرانية ومجلس مصلحة النظام، واشتغل عليها في مسألة كيف نفتت الحال العربية. وكما نشاهد في الحال العراقية صراع بين سنة وشيعة، في الحال السورية، في الحال اللبنانية، واليوم في الحال اليمنية، وأيضا والأخطر أيضا أنه المستهدف الأساسي والرئيسي هي جغرافية الخليج العربي اللي يسموها الخزان النفط العالمي بالنسبة للإيرانيين، والذين يسعون من خلال هذا كله إلى الانقضاض على جغرافية الخليج العربي والوصول إلى مكة. نعم. بحسب بروتوكولات قم المعروفة والشهيرة. نعم، سنتابع النقاش أستاذ نبيل، ولكن اسمح لنا أنت أستاذ المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. العلاقة الإيرانية الحوثية تظهر يوما بعد يوم، وهي كما وصفها ضيفنا اليوم في أحد مقالاته بأنها علاقة سياسية براغماتية ترتكز على تحقيق مصالح الطرفين. ومن خلال تتبع بعض التصريحات الإعلامية سنلاحظ مدى انكشاف هذه العلاقة،
دعونا نتابع هذه المادة التي رصدت تلك التصريحات الإيرانية التي تؤكد وقوفها خلف الميليشيا الانقلابية في اليمن. عودة إليكم مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، يعني كما شاهدنا في هذه المادة هناك أكثر من تصريح ظاهر أو حتى يعني غير ظاهر حول هذه العلاقة بين الحوثي وإيران. أين الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية يعني ربما التي لم تسجل موقفا واحدا أمام كل هذه التصريحات التي توضح مدى تدخل إيران في العمق اليمني؟ الدبلوماسية الدولية والأعراف الدولية هي بالأخير يعني كما يقال إنه الأقوياء يفعلون ما يريدون والضعفاء يعانون كما يراد لهم. لا. هذا الذي حاصل في المشهد. نحن أمام إيران أصبحت بعد توقيع الاتفاق النووي واحدة من الدول الإقليمية التي باعتراف دولي التوقيع على اتفاقية الملف النووي كان بمعنى تسليم المنطقة أمنيا إلى إيران من قبل القوى الغربية، وبالتالي نحن أمام حقيقة واضحة وجلية في هذا الموضوع أنه إيران أصبحت لاعب رئيسي في المنطقة باعتراف الغرب، وبالتالي لا معنى لأي أقوال دبلوماسية ولا معنى لأي اعتبارات لأي أعراف دبلوماسية في هذا المسار. وكل هذه التصريحات وحجمها ولم يعد الموضوع مرتبط بتصريح فلان أو علان من المسؤولين الإيرانيين أو غيرهم. أصبح الأمر اليوم هناك قوات إيرانية تحتل دول عربية، تحتل هذه الدول وتتصرف فيها كأنها جزء أو مقاطعة من الجغرافيا الإيرانية، وبالتالي الحديث عن تصريحات دبلوماسية أو إنكارها أو إدانتها هو نوع من العبث الذي لا طائل منه. اليوم أصبح الموضوع أنه باعتقادي أنه عاصفة الحزم كانت بمثابة رد وإن أتى متأخر جدا، رد طبيعي ومنطقي وموضوعي ووجودي في هذه اللحظة لإيقاف المد الإيراني والتمدد إلى كل المنطقة العربية. هذا الذي يحصل اليوم أيضا هو نتيجة لتداعيات هذا المشهد لانهيارات وإعاقة توجه الانتقال الديمقراطي والثوري في الحالة العربية منذ 2011، ونحن نحصد نتائج هذه الارتكاسة التي حصلت من خلال تصدي بعض الأنظمة الخليجية وانخراطها في مسمى الثورة المضادة التي أدت إلى هذه الانتكاسة والارتداد الذي أدى إلى فراغ سياسي وتشريعي وعسكري وأمني كبير تم إملاؤه من خلال الحرس الثوري ومن خلال ورقة الأقليات الشيعية التي استطاعت في لحظة من الزمن أن تختطف القرار السياسي في عدد من الدول العربية. نحن أمام واقع خطير ومزري، هذا الواقع يتطلب نوع من الجدية والمصداقية من قبل من لازال لديه القدرة على مواجهة هذا المشروع وممثلة في دول الخليج وعاصفة الحزم، وأيضا المقاومة العربية الممتدة من دمشق إلى بغداد إلى صنعاء. هذه المقاومة الآن التي تحمل روح هذه اللحظة، روح المواجهة، روح الاقتدار، إعادة المسار إلى الوضع إلى مساره الصحيح من خلال قطع اليد الإيرانية الممتدة إلى الجغرافيا العربية عن طريق الأقليات العربية المختطفة إيرانيا ومغيبة في أقبية الوهم والخرافة المذهبية التي اشتغلت عليها الثورة الإيرانية وأجهزة المخابرات الإيرانية على امتداد أكثر من 30 سنة. نحن أمام لحظة فارقة، هذه اللحظة تتطلب مزيدا من اليقظة ومزيدا من مراجعة الذات. كيف تتوقع سيكون ردة فعل قوات التحالف حول هذه التصريحات إذا ما كانت واقعا واستطاعت التدخل فعلا عبر روسيا؟ المنطقة على موعد مع مواجهة محتدمة. هناك من يتحدث عن حرب عالمية ثالثة، ربما، لماذا لا؟ يعني نحن أمام الغريب في الأمر أن النخبة العربية أو النخبة كلها بكل تلوناتها في هذه المرحلة
يغفلون إغفال تام ويعيشون مرحلة قطيعة مع الأهمية الاستراتيجية والوجودية لمنطقة الشرق الأوسط التي يطلق عليها بالأدبيات الغربية بمنطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة هي قلب العالم الحضاري، عمقها الديني والحضاري والثقافي والتاريخي يقول أنها قلب العالم، وبالتالي أي الاشتغال اليوم على موضوع إعادة تفتيت هذه المنطقة وتركيبها من جديد هو ليس اشتغال هذه اللحظة، هو اشتغال قديم، وهذا الصراع صراع قديم. وبالتالي الكارثة والإشكالية إنه العرب في هذه المرحلة مغيبون، أن هناك تغييب واستلاب فكري وثقافي وسياسي يعيشه العرب بفعل طفرة النفط وبفعل أيضا الاستبداد السياسي الذي حطم إرادة الشعوب العربية والذي انفجرت في وجه ثورة الربيع العربي في 2011 وحصلت هذه الانتكاسة. نحن بعادة إنه الأمل اليوم موجود على أنه روح ثورة الربيع العربي وروح الشباب العربي الذي فجر هذه الثورات هو الوحيد القادر على إعادة الاعتبار المنطقة وعلى إعادة زخم الإرادة الشعبية والإرادة العربية لمواجهة هذه المخططات الطائفية والمذهبية والاستعمارية. أيضا هي يعني نحن يجب أن نواجه الحقيقة ما هي. إيران ليست عدوة للغرب، إيران حديث استراتيجي للغرب، وهدفها الرئيسي والأول هو كيف تعيد تشكيل هذه الجغرافية وتفتيتها بحسب الاثنية بطريقة إثنية كنتونية ضعيفة لإضعاف وخلخلة النسيج العربي وإبعاد مسار أو طيف حدوث أي ثورة قادمة لإعادة الاعتبار للديمقراطية والنظام والقانون في المنطقة العربية. نحن أمام لحظة حقيقية يجب أن نكون عند مستوى هذه اللحظة. نعم، اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم إلينا الأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية. مساء الخير أستاذ عدنان. يا مساء النور، يا اهلا وسهلا بك وبالاستاذ نبيل الموجود في الاستديو وبالمستمعين الكرام. اهلا بك استاذ عدنان. بدايه يعني بالتاكيد تابعت تصريحات علي احمد علي اكبر ولايتي يلوح بالتدخل في اليمن عسكريا، ما هي قراءتك لمثل هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مهما كانت التصريحات الايرانيه التي ستاتي في الايام القادمه او في المرحله المقبله هي عباره عن تنفيس لهذا الغضب مع اقتراب القوات الحكومية من العاصمة اليمنية صنعاء التي بدأت بشكل أو بآخر تثير مخاوف الإيرانيين من سقوطها. معنى سقوط، يرى الإيرانيون بأن سقوط صنعاء هو بداية النهاية للمشروع هذا السيطرة على الأماكن المقدسة، ونقصد هنا مكة والمدينة. فوجود إيران في اليمن من وجهة نظرهم هو مسألة حتمية ضرورية تقتضيها الواجبات الدينية وتقتضيها الواجبات الاستراتيجية للوصول إلى عودة الإمبراطورية الساسانية التي انتهت مع ظهور الإسلام. هذه التصريحات الإيرانية نلاحظ بأنها بالرغم من وجود من وصولها إلى اقتراب الانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء، هناك اهتمام كبير بمسألة اليمن باعتبار أن القضية اليمنية مهمة جدا من أجل باقي ملفات المنطقة، ليس اليمن فقط، باقي ملفات المنطقة لبنان وسوريا والعراق من أجل الضغط أو المزايدة فيها من أجل الحصول على المزيد من المكاسب في تلك البلدان. لا. الموقف الروسي باعتقادي بأن الموقف الروسي واضح جدا من في القضية اليمنية. يمكن أن يتدخل الموقف الروسي بشكل أو بآخر دعم لإيران، لكن ليس بنظرة لإيران الإيرانيون. الإيران أيضا بعيدة عن اليمن بآلاف الأميال، ليست قريبة كسوريا وكالعراق البعث قوات الحرس الثوري وفيلق القدس إليها. طيب بعد اليمن الجغرافي هو أيضا مسبب آخر لها. يعني نعتبر أن هذه التصريحات مجرد ذر الرماد على العيون للتخفيف من وطأة هذه التقدمات التي العسكرية للجيش الوطني. هو ليست عملية ذر الرماد، هو عبارة عن تنفيس غضب كامل في نفوس الإيرانيين مع هذا الاقتراب. المتابعة في الصحافة الإيرانية اليومية خلال اليومين الماضيين نلاحظ بأن هناك مخاوف كبيرة بعد عملية تحرير نهم. تقرير لصحيفة مشرق الإيرانية في صباحية يوم الأربعاء الماضي ذكرت تحرير مفصل حول أهمية سقوط هذه المنطقة في يد قوات التحالف والمناطق المحددة لها من جهة قبيلة بكيل إلى جهة أطراف العاصمة ومدى سيطرتها وتمكن هذه القوات من دخول صنعاء في أي لحظة.
نعم. طيب أنت كباحث في شؤونها الإيرانية أستاذ عدنان، هل تمثل تلك التصريحات المؤسسة السياسية الرسمية أم أنها تعد يعني ظل، يعني تعبر عن ظل المرشد والملالي فقط؟ لا بالتأكيد هي هذا هو توجه السياسة الإيرانية، السياسة الإيرانية الخارجية. علي ولايتي هو أحد أكبر الرجال الذين يضعون سياسة هذه البلاد. النظام لو تحدثنا عن المحافظين والإصلاحيين في إيران، هم يختلفون في مسألة الجزئيات في كيفية الحديث هل سياسيا أم تكون بتدخلات عسكرية في جزئيات معينة، لكن فرضية التواجد والتوغل والوصول والأهداف هم متفقين جميعا عليها. الاختلاف هي فقط في الجزئيات وفي كيفية إدارة الدولة، لأنه في إيران العقوبات خلال السنوات العشرين السنة الماضية سببت لهم بشكل كبير جدا أعباء اقتصادية كبيرة، ووجود الدولة المتضخمة داخل إيران، وجود المؤسسة الموازية التي يقودها الحرس الثوري سبب كثيرا في هذه المسألة. فهو ينظر أيضا إلى أن الشعب الإيراني يريد المزيد من الانفتاح نحو الاقتصاد، وينظر هؤلاء الإصلاحيين بأنهم بأن هذا التقدم في الناحية السياسية الغربية أو التقارب في السياسة مع الخارج سيتيح لهم أكثر تدخل في البلدان العربية. لذلك هذه السياسة هي السياسة المستمرة لإيران، هي السياسة لنظام الحكم سواء كانت في الحكومة المنتخبة أو كانت في نظام الملالي والحرس الثوري الإيراني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان هاشم المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني حينما تتدخل إيران في شؤون الآخرين بهذا الشكل ويعني وتقلق أمنهم القومي، ألا تخشى أن تكون في يوم من الأيام أو أن تصبح واقعا يتم التدخل فيه مستقبلا؟ أنا باعتقادي مثل هذه الرؤية فيما يتعلق ب هل تخشى إيران، يعني إذا كان ما سؤالك يدور حول مسألة هل تخشى إيران أن ترتد مثل هذه الاستراتيجية على الجوار العربي إلى الداخل الإيراني، هذه نقطة جوهرية تغيب في أذهان العرب وصناع السياسات بشكل كبير، وإن وجدت لدى الباحثين والمتخصصين والناظرين في الشؤون الإيرانية، إنهم باعتقادي أن المجتمع الإيراني مجتمع تعددي فسيفسائي إثني بشكل كبير، وربما الحالة أو الجغرافية الإيرانية هي من أكثر الجغرافيات الموجودة في المنطقة تنوعا، ليس على المستوى المذهبي وإنما على المستوى العرقي. هناك 5 أقليات عرقية، نعم كنت سأسألك عنها، يعني مجاميع عرقية يتشكل منها الشعب الإيراني. شعب، وللعلم يعني إيران لم تسمى إيران إلا منذ عام 1940 حينما حاول الشاة تسميتها بإيران، إيران نسبة إلى العرق الآري العرق الأوروبي، وهي نوع من يعني الهروب من التوصيف الأسيوي لإيران كمنطقة آسيوية، فهو أراد أن يعكس أنه نحن أوروبيين ولسنا آسيويين، ليتقرب من الزخم الإمبراطوري اللي كان قائم تلك الأيام أمام البريطانيين والفرنسيين والروس أيضا، ويبحث عن دعم وتأييد غربي للدولة الإيرانية. الإثنيات الحاكمة في أو الإثنيات التي تشكل الجغرافيا والديموغرافيا الإيرانية هي 5 إيرانية أقليات أو 6 إثنيات، ولا يستطيع أن نقول أقليات لأنه في إحدى التقارير الدراسات التي تحدث عن تعداد هذه المجاميع وهذه الجماعات المذهبية أو العرقية تقول أن الفرس لا يشكلون 40% من سكان إيران، يعني باعتبارها أنها هي الأقلية الكبيرة الحاكمة، لكن هناك أقلية أخرى، هناك الأقلية التركمانية، الأقلية العربية، البلوشية، الطاجيكية والفارسية. الأحوازية هم العرب، الأحواز العرب ويشكلون ربما في المرتبة الثالثة، العرب في إيران يشكلون المرتبة الرابعة وليس الثالثة، وتعداد سكانهم يصل إلى أكثر من 10 مليون، أكثر من 10 مليون عربي، ويتموضعون في منطقة الخليج العربي الممتد من المحمرة على حدود العراق مع الخليج العربي والكويت، حتى مضيق هرمز، معناته أن الساحل العربي، الساحل الخليج العربي على الجهتين الضفة الشرقية والغربية هي منطقة، هي مناطق عربية، وبالتالي يحرص الأوروبيون بين قوسين على تسمية هذا المضيق أو هذا الخليج بالخليج الفارسي، إنكارا يعني انطلاق هذه التسمية يأتي من قبيل أنه
إنكار وجود دولة عربية على الضفة الشرقية وهي ولاية الأحواز التي تم الانقضاء عليها واحتلالها في عام 1925. 1925 تم احتلال هذه المنطقة وتحويلها إلى تابع للهضبة الإيرانية الحاكمة أو الهضبة الفارسية التي تتم وضع فيها العاصمة الإيرانية طهران. أيضا في الجهة الشرقية الغربية من إيران تتم وضع الأقلية الكردية وتحتل ربما نسبة الأكراد أو تعداد الأكراد في إيران يتراوحون بين 4 إلى 3 مليون فرد. أيضا البلوش ويحتلون الشريط يحتلون الشريط من مضيق هرمز باتجاه باكستان الجهة الشرقية حتى حدود أفغانستان. إنه الأقلية الفارسية يعني الجماعة الفارسية أو المجموعة الفارسية العقلية تتموضع في الهضبة الوسطى من إيران اللي يسمى تشيلد إيران. هذه الهضبة هي مكان تواجد هذه القومية، بالتالي إيران متنوعة إثنيا وعرقيا ومذهبيا، فيها نوع من هذا التنوع. هذا التنوع اللي تم الاشتغال عليه. طبعا هناك عمليا يعني الإيرانيون يدركون خطورة مثل هذا التعدد، وبالتالي هم يحرصون على أن يتم قمع أي مظاهر للانفصال وأي مظاهر للثورة وأي مظاهر، كما حصل مثلا مع الأكراد في الثمانينات، وحصل أيضا مع العرب أيضا في الثلاثينات والأربعينات في الثورات الأحوازية. هناك أكثر من ثورة حدثت في الأحواز وتم قمعها، وتم أيضا تفريس هذه المنطقة بمعنى عمل عبث ديموغرافي في إعادة توزيع العرب وتشتيتهم في الجغرافيا الإيرانية الواسعة وإحلال السكان بدل العرب الأحوازيين. لكن بالأخير نحن أمام حقائق تاريخية لا يمكن أحد أن يتعداها. نعم. لو إذا تم الاشتغال على هذه الخارطة، خارطة التباين الداخلي للمجتمع الإيراني من خلال دعم العرب الأحواز ودعم البلوش ودعم الطاقيك ودعم الأكراد اللي من أجل النيل، وطبعا هذه استراتيجية واحدة للتعاطي مع الملف الإيراني. لا يمكن التعاطي مع الملف الإيراني إلا من خلال التعاطي من نفس العمل من خلال هذا التعاطي، لأنه هو نقطة الضعف الوحيدة لدى الإيرانيين هي مسألة هذا التنوع الإثني. إذا تم الاشتغال عليه وهو مادة خامة اللي اشتغل عليه نظرا لغياب أي متنفس ديمقراطي وأي تنفس تعددي، واحدية فرض واحدية المذهب. طبعا إيران ليست 12 كلها. نعم. إيران تاريخيا كانت سنية. نعم. إلى أن جاء الشاه الصفوي وحولها وشيعها، لكن هناك سنة كثيرين في إيران، هناك أيضا ملحدين كثيرين جدا في إيران، وهذه من المفارقات الغريبة. نعم. أن إيران ترفع شعار الدولة الإسلامية، لكن النخبة الكبيرة النخبة ربما من شدة الضغوط. نعم. التي يعني تمارس، يعني نحن أمام مشهد قابل للاشتعال في أي لحظة. فقط أين الذين يشتغلون على هذا التباين؟ العرب لا يمتلكون مشروع للتعاطي مع هذه الحقيقة. تعامل الأخطاء الكارثية التي ترتكب اليوم في مواجهة إيران بحصرها في خانة أنها دولة 12، هذه من الأخطاء الكارثية أن إيران دولة. نعم. شيئية. والحديث عنها بشكل إيران ليست دولة شيئية. أنها شيئية. إيران دولة قومية وخطر الشيعة وإلى آخره، ولها يعني طموحات إمبراطورية كبيرة، ولن يقابل هذه الطموحات إلا بوجود مشروع عربي يتحدث عن ثورة عربية لاسترجاع الأحواز العربية مثلها مثل استرجاع فلسطين العربية. نعم. أعتقد هذه النقطة. نعم. هي نقطة البداية للانطلاق وفهم الذهنية الإيرانية. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم، وأشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن نلتقيكم في مساء اليمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.